علاقة أبو شيلان يعني قبل 4 سنوات أنا أعرف أبو شيلان، بس أبو شيلان مو أعرفه علاقة يعني طبة وطلعة. سويت العلاقة حتى خطط أخذ فلوس منها، أخذ من يمه فلوس وشوف شنو عندهم فلوس وش قد عنده فلوس. فنين أنا أنفذ يعني أطب شلقة أكثر وأخذ. بهذا الشهر كله أنا أعرف الأوقات مالتهم ترى، يعني سيدي شو وقت يطبون شو وقت يطلعون. الساعة 7:00 إلا ربع ومشيلان ما موجودة بالبيت، أنا عندي يقين ومشيلان ما موجودة بالبيت. فدخلت قبل على بيت أبو شيلان عدل، أول ما صعدت للشقة دقيت الجرس، طلع لي أبو شيلان. أبو شيلان ما فتح لي الباب أول مرة بسرعة، سلمت عليه بهالأثناء أنا قلت خلي أخلص عليه. كان قبل كان تدخل أم شيلان، أم شيلان طبت جوا. قلت بعد هاي بعد انتهت يعني وصلت مرحلة أني يعني لا ما سوى هذا الشيء هسه بعد كل شيء بعدي. قلت لك قامت بعد لازم أسوى هذا الشيء. قبل ضربته طعنتين بالكتف، فأم شيلان طلعت من هناك شافته هاي شبيك هو صاع علي مهدي، قامت تعيط رستن ضربتها هماتين طعنتها وسحلتها جوا باليم الحمام. فأول ما قتلت قتلت أم شيلان. من قتلت أم شيلان أبو شيلان قلت له أنطيني فلوس بعده، يعني أبو شيلان أنطيني فلوس، قال ما عندي فلوس. فطعنته وقع، من وقع ضربته 3 طعنات بالرقبة من وراء الخاولي، كملت وشربت احتسيت بس مش شربت كمية هو يعني. بهلف ناقد خلي أروح أدور بعد الفلوس على مداخل الفلوس وأطلع. طبت الغرفة الأخيرة دورت عليه الفلوس، دورت قلت الجنطة جابتها أم شيلان. فأخذت الفلوس، الفلوس مو ذاك المبلغ يعني كانوا عندهم شيلان، يعني بالحدود فوق 75. خفتن ورجعت على مال الغرفة مال أبو شيلان، فتحت أول جرارة مال المياز. أول فتحت الجرارة لقيت فيها 25 ما يقارب 200 إلا فالجنطة جوا لقيت فيها شدة 30 ورقة. دورت كان أسحب جنطة جوا الكرسي، الجو الكرسي ضباط كل ضبة 250 عراق كل عراق، وبيهن دولارات يعني فردي 5 هيك بيهن. هذني أخذت من النوبة فقلت خل أطلع. رجعت لقيت طب فتح الباب بتجي يطلع. تفاجئت انصدمت البنية، من انصدمت قلت لها لا تخافي لا تخافي ماكوش. قالت لي شكو يعني بصوت ناس أول مرة، قلت له والله ماكو شيء. قالت وين ماما وين بابا، قلت له موجودين لا تخافي. قالت لا، قلت لها تعال طب جوا خلي احكي وياك. قالت لي لا ما طب. صرخت، من صرخت انا قبل سديت حلقها طببتها بالغرفه مال ابو شيلان. قعدتها قالت لي شكو وين ماما وين بابا. انا هيك وحدي قلت لها ماما وبابا خطفوهم. قالت لي مين خطفهم، قلت له ما اعرف الخطفهم بس الوسيط انا صرت. قلت لها اربط رجليك واجيب لك مي على مود ما تتحركين. قالت لي يلا ما يخالف. ربطت رجليها جبت لها مي واجيت. خلتني اامن راسا كف النفاضه ضربتني ضربتين براسي. فقمت راسا ضربتها بوكسين ضرب رجع راسها بالحائط اغمى عليها. حطيت المخده صرت فوقها. ف انا ضغطت عليها سويت هيجي ما بعد سكتت البنية. باوعت على شيلان، شيلان بعدي. فقلت خل خلص عليها بعد أحسن على مداخلها جوا بعد وأخذت من الغرفة وأطلع يعني الشقة مالتهم. حطيت الخاولة وحطيت المخدة حد ما ماتت. ضايت أنت بالبيت من ساعة 7:45 من دخلت للشقة. دخلت. ارتكبت الجرائم 3 لحد ثاني يوم بتت. ثاني يوم بتت على اساس اطلع بالخمسة اخذتني بعد بالتسعة. اي طلعت ما طلعت نزل الجو صعدت فوق طابق الثالث طابق فوق ثاني بيت الغراض على من البالكون.
بيتنا على العمارة يعني جو. عمارة ثانية؟ لا. لأن الفلوس يعني. هنا الفلوس والغراب كنا ببيتهم جو طاح جو جو بالعمارة. ورجعت. ورجعت من نزلت. ومن عندها انتقلت بعدين إلى. إلى أربيل. إلى أربيل. وهناك تم القاء القبض عليك. تم القاء القبض عليه. يعني مثل ما شفنا هاي الشقة اللي كانت عامرة بالحياة اللي عائلة كريمة طيبة تواصلها مع الناس تقدم خدمتها الدكتورة الله يرحمها واللي حدث أنه هذه النفس مو نفس وحش بلباس إنسان يرتكب مثل هكذا جريمة. على كل حال متابعة السيد رئيس الوزراء والمتابعة الشخصية للسيد وزير الداخلية وجهد وكالة الاستخبارات الجهد الحقيقي إضافة إلى تقاطع المعلومات وأيضا إسناد من قبل مكافحة الإجرام تم إلقاء القبض على هذا المجرم بوقت قياسي. شكرا للقضاء اللي كان معنا أول بأول وشكرا أيضا للسلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق. ويمكن الكلمة الأخيرة اللي نقولها هذه العائلة تعاملت بحسن النية بحسن النية خالصة مع هذا المتهم. نعم هو فيه قصد جرمي سبق أسرى وترصد يتعاطى الكحول وبالتالي نصيحتنا أنه أبدا ما نتعامل مع الناس الغرباء بحسن النية. يجب أن يكون عندنا حس أمني وأيضا الاتصال بالقوات الأمنية. الاتصال بالقوات الأمنية مهم أخواني. الحس الأمني مهم. عندما نلاحظ أي حالة غريبة نلاحظ موضوع يتطلب أن نتصل بالقوات الأمنية بالنجدة بالاستخبارات بالمكافحة بالمحلية بكل الخطوط الساخنة 104 ممكن اتصال ينقذ حياة عائلة ويغير موقف.